The rod supports a weight of 150 pounds. A couple of 50 pound dot feet is acting at A. A spring of K 20 pound per feet supports one end of the bar. Draw the free body diagram. Find the angle theta of equilibrium. خلينا نخلص دول. هنا في ويت وهنا في قوة سبرينج. الحتة دي 3 كوساين ثيتا والباقي ده 5 كوساين ثيتا. هنا 8 ساين ثيتا في اف اس اللي بتساوي كي في اس. وهنا في 150 باوند وهنا في 50 باوند دوت في. يبقى ده الايه البي عايز قيمة الثيتا اللي هي هنا. اخد المومنت عند الـ A يساوي صفر والاتجاه الموجب عكس عقارب الساعة. إذن ماينس 50 وماينس 150 في 3 كوساين ثيتا وبلس الفورس كي اس الكي بـ20 والاس 8 ساين ثيتا والمسافة 8 كوساين ثيتا يساوي صفر. دي كي ودي اس ودي المسافة دي. ده الفورس اللي هو الويت ودي المسافة بتاعته دي 1 مثلا ده دي 2. اذا ثيتا تساوي الآلة مشكورة نقول لها يا آلة ماينس 50 مع ماينس 150 في 3 كوساين الإكس زائد 160 ساين الإكس مضروبة في 8 كوساين الإكس تساوي صفر ولا شيفت سولف 3. طبعا بس دخل الرقم 20 درجة يعني عشان يسرع شغل الآلة، دخل قيمة تقريبية عشان الآلة تحل أسرع. طلعت غابت شوية ولكن طلعت 23.2 درجة. هنا في البارت سي بيقول where would you move the weight along the bar in order to have theta أكبر. يعني كل ما يتحرك طبعا الثيتا بتزيد، عايزين نحرك شوية عشان توصل لأربعة ولا حاجة بحيث إن التلاتة وعشرين توصل لتلاتين. نفس الشيء أقول سيجما المومنت عند الـ A يساوي صفر. المرة دي عارف الثيتا وعايز الـ D اللي هي دي. يبقى هقول ماينس 50 ماينس 150 بدل ما أكتب 3 هكتب D وبدل ما أكتب ثيتا هكتب 30. هنا 20 في 8 ساين 30 في 8 كوساين 30 يساوي صفر. اذا الدي المرة دي بتساوي طبعا لازم يكون اكبر من 3 فيت، لازم، لان 23 لما كانت عندي 3 احنا عايزين نزود كل ما يبعد الثيتا تزيد. نكتبها من الاول احسن. ماينس انا مش هكتب بقى معادلة خلاص بس للمجهول، ده يروح هناك بالبوزيتيف يبقى ماينس 50 زائد 160 ساين 30 اللي هي نص و8 كوساين 30. جبنا قيمة نقسمها على
150 كوساين 30. أول ما أدوس لازم تطلع مثلا أربعة حاجة كده، أربعة ونص، تلاتة ونص، تلاتة، تمانيتين فيت. في البارت دي بيقول explain in your words the effective position of the weight along the bar AB on the angle theta and displacement of the spring. طبعا كل ما ده يزيد اللي هيحصل ده هينزل تحت أكتر، فالثيتا هتزيد والاسترتش هتزيد. فنقول as D increases both theta and S increase.